الرسوم والمصروفات البنكية واحدة من الحاجات الأساسية اللي لازم العميل يعرفها قبل الحصول على أي خدمة مصرفية، سواء من خلال البنك التابع ليه أو من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك التانية. وقبل ما تعمل أي نشاط على حسابك، سواء كان سحب ولا إيداع ولا تحويل أموال أو حتى سداد التزامات تانية، لازم تكون عارف الخدمة دي عليها رسوم ولا لا، وقيمة الرسوم كام. في الفيديو ده هنقولك أهم الرسوم الشائعة في البنوك المصرية. أول حاجة رسوم المحافظة أو الإبقاء على الحساب. بعض البنوك بتفرض رسوم شهرية أو حتى سنوية مقابل إبقاء على الحساب أو إجراء المعاملات المصرفية لصاحب الحساب، وفي بعض الأحيان بيتم إعفاء بعض الحسابات من الرسوم دي في حالة تجاوز رصيد الحساب مبلغ محدد، ولازم التأكد من سياسة البنك اللي بتتعامل معاه وتحاول تشوف طرق لخفض الرسوم دي، ولازم انك تسأل لو كان ينفع دمج حساباتك بالبنك لتخفيض الرسوم الأقل حد ممكن. وفي كمان رسوم ماكينة الصراف الآلي الـ ATM، وبتفرض بعض البنوك رسوم استخدام ماكينات الصراف الآلي خارج شبكاتها أو اللي مش تابعة ليها، وبتختلف الرسوم فيما بين البنوك. ولو كنت بتستخدم الفيزا بتاعتك كتير فالأفضل تسحب من الماكينات التابع للبنك اللي في حسابك أو ينزل عليه مرتبك، لأنها تسحب فلوسك من غير خصم جنيه واحد. كمان في رسوم استبدال بطاقات الخصم والسحب من ماكينات الصراف الآلي، وبتفرض بعض البنوك رسوم على إصدار بطاقات بديلة، علشان كده حاول تحافظ على بطاقات الخصم وكمان السحب من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بيك أطول فترة ممكنة. وبعض البنوك كمان بتفرض رسوم على مشترياتها اللي بتدفعها عن طريق بطاقات الخصم، ولازم تتأكد من توافر كافة المعلومات عندك عن بطاقات الخصم الخاصة بيك من استلامها من البنك. ومن الرسوم المتعارف عليه رسوم على السحب المبكر من شهادات الادخار، وبتفرض البنوك رسوم على سحب أموال شهادات الادخار قبل موعد استحقاق الشهادة، ولازم تحسب نسبة الرسوم من الفايدة اللي تحصل عليها من الشهادة الادخارية. كنت معاكم من بنكير، أنا عبد المنعم إبراهيم، وإلى اللقاء. بنكير، نبض البنوك.